او الاضراب الوقفه الاحتجاجيه اللي حنا كتشوفوها نتوما جاءت بعدا تقدم السائقين المهنيين كاملين تقدموا بواحد الشكايه للكتابه العامه المحليه ولاد عزوز لقطع سياره الاجره. ف لبينا النداء وحطينا مطالب في 2021 السيد رئيس المجلس الجماعي ديال ولاد عزوز، والمطالب هنايا باش ما نكثرش عليكم. المطالب هنايا كندويو المطلب الاول هو اللي هو مهم، هو المحطات ديال سياره الاجره الجدد اللي هما 5، وكذلك المطلب الثاني هما لي دودان في طريق مولاي تامي 314، وكذلك الطريق الكارثيه اللي كاينه في طريق مولاي تامي اللي هما الحفر، وكذلك الاناره بالليل كتنعدم في طريق مولاي تامي. فهاد المسائل هادي مطالب محطوطه عند السيد رئيس المجلس الجماعي ديال ولاد عزوز. فكنتفاجئوا انه كيتماطل علينا من 2021، حنا دابا في 2023 وباقي ما شناش حتى شي اجابه. الغريب في الامر هو المحطات ديال الطاكسيات ديال ولاد عزوز انهم دازوا في الدوره ودازوا في اللجنه ديال المرور اللي هي مشكله من الدراك ومشكله من الجماعه ومشكله من التجهيز والنقل، مشكله من السلطه المحليه اللي فيها القيد والباشا. فالسيناء والمحضر ديالهم وافقوا على اماكن ديال المحطات، فاحنا دابا في 2023 باقي ما تحطوش هاد المحطات، وهادو راه خاصهم يتحطوا من هاد المنبر هذا. حنا كناشدوا السيد العامل عامل الاماله اقليم النواصر ممثل صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باقليم النواصر وبجماعه ولاد عزوز انه يتدخل ويضرب بيد الحديد. وتحيه نضاليه للجميع. طريق مولاي تامي اخي كما سبق لي وذكرت، طريق مولاي تامي خصها تصيب بالقانون. حنا ما تنقولوش شي واحد جبد من جيبك او بيع بلاد او دير فعل باش تصيب. هذه الطريق محطوطه في الميزانيه ديال الصندوق ديال البلاد، تتهز من صندوق الميزانيه وتتصيب بالمناطق المغربيه كامله الحمد لله. تتخرج الميزانيه تتصيب الطريق. هاد السيد هذا الخطا اللي ما بغاش يوعى به، علاش اسيدي ما بغاش تصيب؟ واش غتصيب من جيبك من المالك الخاص؟ ما غتصيبش من المالك الخاص، غادي دير واحد التقرير ديالك وغادي تدفعوا العماله غيخرجوا لك المسائل غتخرج غتصيب الطريق. سالينا يعني ما كاينش شي حاجه غتجبدها من جيبك، علاش تحاول انك دير العصا في الرويده؟ هذا ماشي منطقي. اي واحد بغى يطبق علينا الشطط راه حنا ما غنسكتوش ليه، وبكل ما اوتينا من القوه.